اتفضلي يا نجوى عشان ما يسخن اشربي. لا لا ما مشكلة والله صراحة يا عديلة، معليش يعني، لكن والله انا جاياك لموضوع يعني حساس شديد وصعب جدا جدا. والله يا نجوى ما في اي تحسس بيناتنا، قولي ان شاء الله خير. طبعا امبارح ابوي طلع من المستشفى. هاي هم دين دخل اقصد كيفين مرق منا يعني. نعم لا قصدي الحمد لله على السلامة. شوفي يا عديلة انا جاياك عشان اكلمك اقول لك عباس راق الدين هاي مجينة في البيت. لا يعني معقوله يا نجوى، انت عارفه عباس رجل بتاع واجب وكده. واجب يلا واجب عباس ده بالذات نحن ما نعرفه، ده طرفنا منه. عديل كده كلميه، انت عارفه راجلك ده مستحيل يمشي لي لبيت او لزول عيان يبشره بالخير. كلامك صح، امسح عليه في وشي. ليك علي همسك عباس ده في البيت ما يجيكم. يا ريت. طيب انت اشربي العصير هسه. ومتين المرحوم مات؟ نعم قام قال. شوفي يا عديله، شفتي لا انت لا عباس ما تجينا لو سمح ظروفك. انا عارفه عباس ده اشتر، والله اشتر. هو اشتر بس ما في مشكله. الله يا عباس قاعد يبالغ. اشربي قد اشربي، ما تشربي كله داخل ابره. شوف يا ولد اقف جنب الباب ده، عباس وعادل ديل بتخلوا نمرقوا. ما بخليهم عباس وعادل ديل شتور، لو مشوا لعمك ياسين بقتلوه. انا ما بسلوا يا زلمه، ما بسلوا عمك ياسين. الله يفتح الباب ده، والله انا بصفر لك وانطوي يعني. جماعة لا الصفرة تخدير البي مد راسه فيها ادي لك طواحدي يعني بالعكاز ده يا زول. يعني انت تقول لي العنف مسموح؟ يا والله نجد لك نجاد. لا ما عنف تقتله، ما قتل عصرهم تعطيل. هاي في الرجل انتهت. انا بمشي للهميم يمسك اول شارع وبقصد فضل في الشارع الثاني. ما مشكلة ابقى عشرة. لا ما مشكلة، الله من هنا ما يمرق شبر. بس هذه اصلا كايس لي سبب معاون انا والله. عديلة انت متاكده انه ياسين ده جا من المستشفى بكرعيو؟ بكرعيو دي انا ما اعرفها، لكن مرق من المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الدكتور خلاص بيكون قنع منه وقال احسن يموت في بيته. المهم بيته جاد هنا بدك انت تحديدا ما دي لا هي مستعجله مالها. هون سمعت يا سيدي طوالي دارت لامني تلومني طوالي. ده مالهم؟ ها ده مالهم؟ ممنوع يعني؟ قال لك انت ممنوع ما تجي انت لا انا ده ممنوع ما اجي لابوها؟ خير انا ده اكون ممنوع؟ الممنوع ما مرغوب. وانت يرضيك انت دي يرضيك انه اتغاهر اجتماعيا؟ قول لك ما تجي يا عباس خلاص يا اخو. ها قول لك ما تجي يا كيف يا ماجي؟ انت ترضي لي نمشي سوا؟ بس نمشي سوا. يا سلام يا سلام، انت ما
انت ما زول طوالي مع الواجب انت واجباتيه. واجب جبت وشو؟ يا دودا لا فريش 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 طوالي وكله كله كله ليه؟ لا لا ده ذاته اسود 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 مع ال شوف فضلت واحد بتروح شوف تشيكو 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 شنو؟ لو اهله ده العقلين كانوا قعدوا معاه خدوه لو ثلاثه هني ده في راسه يقعدوا له في راسه. انا جدي ثلاثه يوم اهلي كلهم قاعدين في راسه كده لحد ما جابوا اجله بسم الله لحد ما جاب الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه ويغفر له. الله عن الادويه اللي خدتنا قد ما محتاجين ما محتاج زول محتضر وجاهز جاهز كده. شوف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله الموت حق. كلم أهله كيف؟ Come on.